السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبنات الصف الخامس الابتدائي. بناء على تعليمات الوزارة هنستكمل المنهج من خلال الفيديوهات. يا رب تكونوا جميعا بصحة جيدة. النهاردة درسنا النهاردة الدرس الثالث في الوحدة الثانية مصر هي الدنيا لأمير الشعراء أحمد شوقي. ناخد تعريف بسيط ليه. أحمد شوقي شاعر مصري من العصر الحديث، ولد بالقاهرة عام 1870 وتوفي 1932 ولقب بأمير الشعراء. لو خدنا بالنا كده وجمعنا هتلاقيه عاش 62 سنة. بسم الله. اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا، وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده، ونحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا، نتخذ الشمس له تاجا وضحاها عرشا وهاجا، سعيا أبدا سعيا سعيا لأثيل المجد وللعليا، ولنجعل مصر هي الدنيا، ولنجعل مصر هي الدنيا. نعيد تاني بس. مصر هي الدنيا لأمير الشعراء أحمد شوقي. اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا، وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده، ونحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا، نتخذ الشمس له تاجا وضحاها عرشا وهاجا، سعيا أبدا سعيا سعيا لأثيل المجد وللعليا، ولنجعل مصر هي الدنيا، ولنجعل مصر هي الدنيا. زي ما احنا متعودين بناخد بيت بيت نستخرج اللغويات بتاعته، نشرحه تعديلات الجميلة، وفي نهاية الدرس نضع بعض الأسئلة لعلها تساعدنا في فهم هذا النشيد. اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا. اللغويات اللي عندنا نسود نسبق ونغلب، نسود نسبق ونغلب، المضاد نتأخر، المضاد نتأخر، نعيد نسترد ونسترجع، المحاسن مزايا وجمال. خلي بالك من المفرد حسن، مفرد حسن. جمع وادينا، ما هو الوادي جمعها أودية ووديان، لما انا ازود الناء هزود الناء في الجامع يبقى اوديتنا ووديانا. الشرح ببساطه، لما الناس نقول اشرح باسلوبك الناس بتهتز وبتضطرب ويبقى العمليه بالنسبه لهم صعب. لا، احنا بنسهل ونبسط الامور شويه. ما احنا قلنا نسود نسبق ونغلب، تمام؟ نعيد يعني نسترجع، يبقى نقوله لما انا اجي في الفصل دلوقتي واقول لك انا هطلع الاول على المدرسه، هو انا هطلع الاول من المدرسه بالكلام ولا لازم يكون عندي عزيمه واصرار على ذلك؟ يبقى احنا بنشرح نقول ايه؟ بالعزيمه والاصرار نسبق غيرنا، نسبق غيرنا. ونعيد محاسن، محاسن اللي هي الجمال والمزايا، التاريخنا الماضي العريض، يبقى نعيد امجاد هذا الوطن. يبقى بالعزيمه والاصرار، بالعزيمه والاصرار نسبق ونغلب غيرنا ونعيد امجاد هذا الوطن. كلام بسيط وسهل. التعبيرات الجميله اللي موجوده في البيت، محاسن ماضينا تعبير يوحي بالتاريخ العريق والماضي المفكر لمصر. ننتقل للبيت الثالث. وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده، ببساطه نؤيده نقويه وندعمه، نقف في ظهره بنساعده، عكسها نعارضه، عكسها نعارضه، عين الله رعايه الله وحده، نشيده نبنيه، المضاد نهدمه. جمع وطن أوطان، جمعين عيون وأعين. لما نيجي نشرح يقول لك وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده. نشيده يعني نبنيه، واحنا هنبني ايه؟ هنبني الوطن، هنبني الوطن، يبقى نبني هذا الوطن بالحق والعدل ورعاية الله وحفظه، رعاية الله وحفظه. التعبيرات الجميلة اللي موجودة وبعين الله نشيده تعبير يدل على تكريم الله لمصر ورعايته لشعبه. تعبير
جميل، يدل على تأكيد مطالب مصر ورعايته لشعبها. نعيد الشرح تاني قبل ما ننتقل للبيت الثالث. نبني هذا الوطن بالحق والعدل ورعايه الله وحرصه. ننتقل للبيت الثالث. ونحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا. اللغات اللي موجوده نحسنه معناها نجمله ونزينه، المضاد نقبحه. مآثر مكارم اللي هي الاخلاق الحميده، مكارم الاخلاق، والمفرد خلي بالك مأثره. مساعينا العمل الجاد والجهود المستمر. نيجي نشرح نبسط الكلام. الشرح عمره ما كان حفظ، انا بفهم المعاني بتاعت البيت وبفهم البيت من خلال شرحه. ونحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا. هو احنا هنحسن ايه ونزين ايه؟ الهاء ده عايده على مين؟ الهاء ده عايده على الوطن. يبقى نقول ايه؟ وعلينا ان نحسن ونجمل هذا الوطن بمآثرنا. احنا قلنا المكارم اللي هي الاخلاق الحميده، يبقى بايه؟ بالاخلاق الحميده والعمل الجاد والسعي المستمر. اهو يبقى نحسن ونجمل هذا الوطن بالاخلاق الحميده والعمل الجاد والسعي المستمر. التعبيرات الجميله اللي موجوده في البيت. نزينه بمآثرنا، نزينه بمآثرنا. هي المآثر حاجه بنزين زينه. ما احنا لما نيجي نعمل عيد ميلاد بنجيب زينه ونزين بيها، صح؟ يبقى احنا هنا شبهنا المآثر بالزينه التي نزين بها ايه؟ الوطن. نزينه بمآثرنا، تعبير جميل. شبه الشاعر المآثر بزينه نزين بها الوطن. ننتقل للبيت الرابع. نتخذ الشمس له تاجا وضحاها عرشا وهادا. عرشا كرسي الملك، واللي يقول لي كرسي الملك يا صغرت لا مش غلط. جمع عرش واعراش، جمع تاج خلي بالك تيجان، جمع تاج تيجان. لما اجي اشرح نتخذ الشمس له تاجا وضحاها عرشا وهادا. نتخذ الشمس له، له دي عايده على مين تاني؟ عايده يا استاذ على الوطن. يبقى لان وطننا عظيم سوف نتخذ له تاجا مصنوعا من الشمس وكرسي العرش مصنوعا من الضحى. لان وطننا عظيم سوف نتخذ له تاجا مصنوعا من الشمس وكرسي العرش مصنوعا من الضحى. التعبيرات الجميله اللي موجوده في البيت. نقوله نتخذ الشمس له تاجا، نتخذ الشمس له تاجا، تعبير جميل صور فيه الشاعر وطن بملك يلبس تاجا مصنوعا من الشمس كما صور الشمس بايه؟ بالتاج. واحنا قلنا ضحاها عرشا برضك صور الضحى بايه؟ بكرسي الملك. ننتقل الى البيت الخامس. سعيا ابدا سعيا سعيا لاسير المجد وللعلي. سعيا جهدا مستمرا ونشاطا، المضاد كسلا. العليا المنزله الرفيعه. ابدا دائما عكسها منقطعا او احيانا. لما اجي اشرح اقول سعيا ابدا سعيا سعيا، يبقى ايه؟ علينا ان نجد ونجتهد ونسعى سعيا مستمرا لنعيد المجد الاصيل. ما هي اثيل معناها اصيل، المجد الاصيل لهذا الوطن. او علينا ان نجد ونجتهد ونسعى سعيا مستمرا لنعيد المجد الاصيل لهذا الوطن. التعبيرات الجميله اللي موجوده معايا. سعيا ابدا سعيا سعيا. كده كررنا سعيا 3 مرات في البيت، يبقى تكرارات للتاكيد على ضروره العمل من اجل تقدم هذا الوطن. ونجعل مصر هي الدنيا، ولا نجعل مصر هي الدنيا. البيت مش محتاج شرح وشارح لنفسه. الاسئله اللي احنا هتساعدنا ان احنا نفهم الدرس شويه. يبقى كيف نصب غيرنا؟ واحنا هنصب غيرنا ازاي؟ او السؤال بطريقه ثانيه، كيف نعيد امجاد هذا الوطن؟ ازاي؟ بالعزيمه والاصرار والعمل الجاد والسعي المستمر. كده هنصبك ايه؟ غيرنا. كيف يبني المصريون وطنهم؟ احنا قلنا في البيت الثاني اهو، وطن بالحق نهضه وبعين الله نشاهده. يبقى الاثنين ايه؟ بالحق والعدل ورعايه الله وحرصه، ورعايه الله وحرصه. كيف نحسن الوطن ونزينه؟ اهو نحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا. هو انت يا استاذ تقول لي بمآثرنا ومساعينا؟ طب ما انا فاهم مساعينا ومساعينا يعني ايه؟ مآثرنا معناها ايه؟ الاخلاق الحميده. يبقى نقول ايه؟ كيف نحسن الوطن؟ هنقوله بالاخلاق الحميده
والعمل الجاد والسعي المستمر. لماذا يجب علينا أن نسعى ونعمل من أجل تقدم هذا الوطن؟ ماذا أفضل تكرار كلمة سعيا؟ كلمة سعيا قررناها ليه؟ هنقوله للتأكيد على ضرورة العمل من أجل تقدم الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.